رسالة صمود للشعب اليمني الذي رغم الجراح رغم الحصار إلا أنه لا يزال هنالك إبداع، لا يزال هنالك فن تشكيلي، وهو أيضا محاولة لإحياء الضمير العالمي الذي مات جراء ما يحصل للشعب اليمني من معاناة ومن حصار. أنا شاركت بثلاث لوحات، واحدة من اللوحات اللي هي المفضلة والقريبة على قلبي الذي هي الطفل يبكي الوطن. الطفل حزين بيستخدم الوطن ليبكي.